السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في توقعات كانتي ديال مساء اليوم اللي غادي يكون في تيران ديال اونغا رينيو 4 تروازيام كورس مع 54 دقيقه. على كل حال اخواني الكرام مثلا كما غنشوفوا الواحد نو بارطون ال14 نو بارطون غيبقاو لينا فقط 12 عود 12 عود الخوت يقدروا اللي جابوها فافوريا ما غيدير والو يقدروا يلوتوها كما كنقول. التلويته ربما غتكون عند لي توكار يعني لي زوت سايدر. المهم الثلاثه الجوج الاولين كاين الخمسه والثلاثه هذا هو الخمسه اللي كان ربح لينا الاونغان ديالو مؤخرا هذه واحد 6 ايام ولا 7 ايام وكانت الطروه كان دار معها دوز ايام كانوا مجموعة ديال الخيول كانوا جلو بيناتهم على ما أظن كان الخمسة ربح والتروا دوزيام والتريز كاتريام والدوز سيكيام التريز عوتيني التروا ديام هنا في الباري فانسن كذلك الآن كان دار نو بلاسي وكاباسي دار ويتيام كاباسي دار لنا ستيام في الكانتي أخي كوصف نفس الحالة كاين الخمسة تروا ديام والنفس ستيام والآن نو بلاسي وكذلك الويت كاباسي هنا الخمسة دوزيام في الباري فانسن وطريت كاتريام والناف مهم تمشيو بيناتهم ولكن الشيء اللي لاحظته هو ان معظم الخيول اجنبية معظم الخيول اجنبية ما عدا وقيلا رقم سبعة السبعة اللي عاود فرنسي كذلك الانفندر دام على ما اظن بندردام ايترونجي تا هو ايترونجي تقريبا جميع الخيول ما عدا الرقم سبعة حتى الرقم ثلاثة على ما اظن ايترونجي جاي من افرونش من سويسرا يعني العود الوحيد هو العود الفرنسي وديليسي انا مثل الاستفهام فيه. على كل حال خوتي غادي نهضر لكم على لي زوت سايدر ديال لاكورس كاحسن عود اللي باقي يتابعو كان مشى كرون توكار وكان دار 7 ايام في الكانتي ولد ريدلي اكسبريس غادي نختاروا هذا عود كعود قاعده الاخوان هذا هو اللي خصو يجي لانه خسر معاهم بزاف الخطرات في البنسن هو عود قتال اندوز في الأونغا بازينا بيه آخر كورس نمرة سعود بازينا بيه لنمرة سعود وكان مشى 58 رومان ديالي وكان مشى مع سيدي الكراشيم آل كان مشى 28 فرانك نيبار هو دار 6 أيام كانت عنده فينيش قوي الفينيش كان عنده قوي وإنما ما وصلش كان جات الكورسة فافورية يعني مشى مع السيس يعني ويت سيس ضروري ومؤكد ويت سيس في الاوتسايدر والسبعة في الاوتسايدر في التيليسي الان او بارتو هتولي عندنا ويت سيس دو ما عندناش نشوفو هاد الاونز الاونز هذا عود شفتو ما اقتنعش به غيبقى لنا فقط الرقم سعود انفاندر سعود غادي يبقى لنا هاي يا بارجون جون بيغ بارجون دار لنا سيدي المونتي دار لنا اتلي اونكان دوزيام في المونتي تا هو عود ايترونتي تيفيراج أربعة ديال لي توكار 7 8 9 6 سويفي أرا لينا هنايا 14 نو بارتو 5 ولا تروا أولا تعاود 5 ولا تروا ولا تعاود ربما كاين الإنتقام من تروا و 5 واحد فيهم على كل حال غادي نختاروا
يانسن بوندو رقم 13 شفتو ممكن يعني ان كارطوط مشى معاهم يعني عاود الكرونو ديالو ما تيأهلش يعني ديك لالين كاملة ما يطلعوش كاملين اللي فيها السينك والطروة سينك فيها السينك والطروة والطريز والدوز خصهم يتحيدو كاملين صراحة طريز والدوز ايوا غادي نخليوها 14 ندخلو ديك 14 مع السويفي ديال 7 8 9 6 مع 14 هي شحال هي 6 ديال الخيل ويعاود ما بين 5 طرو اذا غادي يولي سويفي غادي يولي سويفي طروة 4 5 6 7 8 9 10 ثلاثة خمسة واحد فيهم في العباس غادي نحاول نخلي لكم في أول تعليق العود اللي غيباطي عود عود اللي غادي يباطي عود إلا كانت 5 طروة أنا غنحط لكم 5 طروة وإلا كان 5 ماشي عود غادي ندير لكم 5 ماشي عود هي لوجيك هي لوجيك هي لوجيك لوجيك 5 لوجيك 5 ولكن 5 غادي ياخد اون بيتيت بلاص يعني 4 5 توقع ديالي توقع ديالي 5 4 5 لان هذيك الخيل اللي جايه هي اللي غترد اللور ياك الخمسه هو اللي ربحهم خمسة نحطو كاطريام سانكيا نزيدو معاهم الكاطو ديس و السيس و السات و الويت و النف سبعة ديال الخير دونك الترواتي بان ليا نو المهم انا غنخلي لكم اول تعليق العود اللي غادي يباطيه الخمسة تحياتي لكم ومع السلامة